سادتي سادتي مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. احنا مع بعضنا حتى الوحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، سعداء بلقياكم، سعداء بالتواصل معكم. مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا، تحية طيبة وخالصة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ورمضان كريم على الجميع. وكالعادة كل يوم ثلاثاء حاضرة معنا ومشرفة أنا بالحضور ديالها بطبيعة الحال. يوم أربعاء واخ صفرة دخل علي الصيام نار تاني، أنا قلت ثلاثاء لا خديش كتقولي لا أربعاء لا ككل يوم أربعاء بطبيعة الحال. هضر معنا للا خديجة الحجوجي مصممة الأزياء بطبيعة الحال الغنية عن تعريف. مرحبا بك للا خديجة. مرحبا بسكينة، أش خبارك؟ رمضان كريم. اللهم لك الحمد، ورمضان كريم علينا وعلى المستمعين ومستمعات الطاقم التقني اللي كيرافقنا وجميع الأمة العربية الإسلامية. والله يكمل علينا بخير وعلى خير، الله يعطينا الصحة والسلامة يا رب. أنا ما عرفتش مالي باقا في الثلاث، ما عرفتش مالي في الثلاث، ما بغيتش نتقلب لها هذه ثاني مرة مشي كتعاود اليوم في الأوف وفلات ونعم. ولا لا الله يعطيك الصحة بصحة وراح هذه الأناقة. أنا في ما كنشوف لالا خديجة في رمضان كنبقى نشهف جلي البات، كل مرة كتعطينا شي شكيل. وأنت كتشوفي سكينة شي حاجة اللي هي بسيطة جدا جدا. الله أكبر، هذا التفنان كامل وكتقولي غير شي حاجة بسيطة. شي حاجة بسيطة. لالا خديجة باش نقولها للمستمعين، اليوم دايرين لنا واحد المغياج ديال الخضيضر مع البياض مخدوم براندا، داكشي يا سلام. شكرا سكينة، الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك، دائما متولة ومأنقة. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. وكيبان لي لالا خديجة كديري لنا دابا السسبانس كاع، كتبدا تجينا الرغبة ديال اننا نخيطو جلال. مرحبا بيان سور، عطيتيني هاد الفكرة زوينة ديال الخضر مع البيض. ما كاينش محسن بطبيعة الحال، الرقة ما يمكن لبسوه يعني كيأثر لتراثنا وثقافتنا المغربية. نعم، في جميع المناسبات، ماشي ضروري تكوني خارجة ولا رمضان ولا هكذا، ولينا كنحضروا بها الأسبوع الفطور، ولينا كنحضروا بها زعما شي حضور رسمي. طبيعة الحال، طبيعة الحال، علاش لا؟ لالا خديجة، ما دمنا اليوم بدينا بجلي لبسك، شنو غادي نقولوا للمستمعات؟ خاصة أنه كاين بزاف زعما، أنا شخصيا في رمضان تنبغي نركز أكثر على اللبسة التقليدية، حتى إلا لبست شي حاجة عصرية تكون فيها شي توش ماروكان، زعما شي حاجة هكذا كتكون مريحة مع الصيام، مع لا جورني تكوني مرتاحة فيها. جلي لبا ولا كومبينيزون بشكل مغربي ولا ما عرفتش، بزاف الأفكار كتجينا في هذا رمضان. شنو يمكن نقولوا للسيدات في بداية الحلقة؟ فبداية الحلقة السيدة اللي هي دائما كتلبس الرومي وخدامة وعندها المشي والمجي والترانسبور، عندها هذا، فما كاين باس في رمضان دير جلابة، وخا تقدر ديرها عصرية. عصرية ما تنقولوش عصرية 100%، ولكن تكون فيها انتوش ماروكين وتكون فصلة، واحد الفصلة اللي مايلة ما بين عصرية ورومية، باش تقدر تلبسها وتقدر تمشي بها الخدمة وما يكونش عندها شي إحراج منها جلابة. يعني نحاولوا أن نختاروا جلابة ديما تكون بخاسيك، تكون قصيرة شي شوية وتكون بخاسيك ومريحة شوية، لاكوب ديالها تكون شوية مودرن، وتالخدمة ما تشارجيهاش بزاف، دير غير حوايج اللي هي قليلة، وباش تبقى تبدل يوميا دير واحد 3-4 جلابات في رمضان، كل مرة تلبس وحيدة هي، علاش لا؟ أحسن ما يتلبس. فما أنا سكينة ما نكذبش عليك، كنتسنى فوقاش يجي رمضان، لأن أنا كنحب جلابة بزاف بزاف، وما نكرهش نبقى نلبسها يوميا ولا الظروف، ولكن كان ملي كيجي رمضان فما كنلقايش. لا خديجة نهار رمضان كتفضي لينا الحساب. لا حتى كانت عندي شي عرضة ولا شي حاجة من الفطور تكون شي حاجة رسمية ولا هذا، كيخصني نمشي بشي حاجة اللي هي رسمية كنمشي، مي جلابة غندي هادي سيناتور في رمضان ديال لالا خديجة، ضروري جلي لي تكون حاضرة في الباسة. إيوا لالا الله يعطيك الصحة الله يخليك على خير. وبطبيعة الحال اليوم خير ما نبداو به اللون الأخضر، لون الحياة. نعم، إذا أنشوا يمكن المستمعات اللي بغاو يختاروا هذا، أش من درجة من الأخضر؟ هذا خضر ما بين ملكي وما بين هذا، باش لاكولوغ زوين، هذا اللون باش نبين للمستمعات هو اللون اللي كيستعملوه الأطباء في البلوك. هو هذاك اكزاكتومون، واحد الاخضر ما بين ما بين الاخضر الملكي والاخضر المفتوح شويه، يعني هذا الاخضر زوين وكيعطيك البون مين، السيده تكون ما دايرهاش مكياج ولا فكيعطي بون مين للوجه، وزوين ومريح ومريح للعين. فالاخضر كيف ما كنعرفوا هو دائما لون الحياة، مريح لون الحياه، لون السلام، لون المحبه بطبيعة الحال. الله يعطيك الصحة لالا خديجة، معدي ما يتسالك. وحنا أكيد مازال مواصلين ومستمرين مع المستمعين، وأرقامنا الهاتفية مفتوحة لهم من أجل التواصل من اللحظة 0522-46-52 أو لا 51 أو لا 52. أيضا قلت لكم تواصلوا معنا مستمعين عبر الإس إم إس كيسابسكم مادام أودي، خليوا فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50-80-8 الرسالة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. كيف ما يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة رسمية للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي. قبل ما نشوف فاصل ناخذوا معنا
هاد الاقتراحات باش نرجعوا مباشره من بعد الفاصل مع لالا خديجه الاجابه على اسئلتكم. غناخذوا معنا بعض الاقتراحات ديال المستمعات الكريمات. كتقول هذه اقتراح لالا خديجه، الا بغينا نضفوا الشوشات، دابا ولات الشوشه ولات يمكن نعتبروها ثقافه، زعما نلقاوها في لي بتيكوس، نقدروا نلقاوها في جليبه، في لي غيدو، في البيسه، في الصاك، ولينا كنستعملوا الشوشه يمكن نديروها في ديكور ديال شي حاجه بغينا نقدموها لشي حد هديه، زعما ولات حاضره في ثقافه، هي حاضره في ثقافتنا دائما، ولات حاضره في مجموعه من السلوكيات في حياتنا. نعم، هي كتقول طريقه زوينه باش يمكن اننا نصبنوها بلا ما تكرفس، تنصبنوها غير بشامبون والماء وكنشلوها مزيان ونشروها في الظل او نشوها بسشوار باش تبقى شاده في راسها، لانها كتكون اغلبيه مصوبه بالحرير، اذا ما معتنيناش بها كتشنتف. اذا احسن طريقه هي هذه، سواء نشوها بشوشوار ولا نخليوها هكا في الظل تنشف حتى تنشف على خاطرها، ونحميها بالشامبوان بحال كنصبوا له الفولاغ ديالنا، شي حاجه اللي هي ديليكا، شي حاجه اللي رطبه بزاف ندخلها لا تخسر كنديروا لها الطريقه. نعم بطبيعه الحال الله يعطيك الصحه. كتقول هذه طريقه اخرى، الا بغينا نظفوا الزليج ديال الحمام تناخذوا صابو البلدي كنزيدوا عليه بيكربونات الصودا والخل الابيض شويه ديال الماء دافي، تنخلطوا كلشي حتى كيولي كريمه، وتنحكوا به الزليج ولا الرخام ولا الارضيات كامله، والماء خاصو يكون سخون باش يزول لنا ديك الشهوبيه ديال الصابون البلدي. اذا هذه طريقه كتقترحها علينا لالا اميمه متوجة الشهر الماضي، كتقول هذه طريقة باش يمكن اننا ننظفوا بطبيعة الحال الحمام ديالنا، طريقة سهلة وسلسة. ايضا اقتراح اخر كتقول التنظيف التربة نفزقوا القطن بالخل الابيض مزيان ونبقاو نمسحوا كاع الاجزاء ديال التربة ديال التريا، عفوا التريا كنقرا التربة، كتقول التريا كناخذوا القطن والخل الابيض كنمسحوا كاع الاجزاء ديال التريا بهذا القطن اللي داير اللي فيه الخل الابيض، ومن بعد كنوعدوا نشفوه بزيف ناشف ونرشوا البوله بشي عطر، البوله تكون بطبيعه الحال بارده ماشي شاعله سخونه، تكون بارده كنرشوها بشي عطر، شي بارفان عزيز علينا ولا شي زيت عطري كنعجبنا، الزهر، العود، اي بارفان كتعجبنا، الياسمين، الورد، اي حاجه كتعجبنا كنرشوه، ملي كيشعل الضو كتعطي ديك الريحه الزوينه في الدار، اذا ملي كيسخن كتعطي ديك الريحه الزوينه في الدار. كتقول ونخليوها ما نشعلوهاش حتى تفوت 3 سوايع باش هكذا نحافظوا عليها، يعني نخليوها 3 سوايع عاد بحمزه ننظفوها الصباح ونخليوها حتى العشيه، حنا كنتفاداو الشبهات حتى العشيه عاد نشعلوا البوله ديالنا. طريقه زوينه تخلي الفضاء معطر، خلاص ملي كنعرضوا هاد اليمات على الناس بزاف نبغيو نخليو الفضاء معطر تيكون طياب كثير في الكوزينه. ملي كتشعلي التريه داك البوله كتسخن كتبقى تعطي ديك الريحه اللي درتي فيها في الاول. فكره رائعه ورائعه جدا، زوينه بزاف، الله يعطيك الصحه لالا. كتقول باش نضفوا الفران من الداخل ومن الخارج نطليوه بالصابون البلدي والخل ونخليوه حتى ينشف عليه الصابون البلدي ونحكوه بالحلفه كيخرج كيشعل بلا ما يعذبنا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لالا وميمة على كل اقتراحاتك. اذا حنا اكيد مازال مستمرين مازال مواصلين، ودائما حاضره معنا لالا خديجه الحجوجي مصممه الازياء وخبيره الموضه بطبيعه الحال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حنا مازال مع بعضنا حتى الوحده. هذا اهداء مني لالا خديجه اليوم، حمقتني بجليلي بار خضراء. واهداء لكل النساء اللي كيتابعونا اللحظه، المراه وقاده الحاتم ام عمر، وراجع لكم مستمعينا. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين مازال مستمرين معكم، تحيه خالصه لكم اوفيانا الكرام اينما كنتم، دائما برنامجكم سيدتي سادتي، وحاضره معنا ومشرفانا لاله خديجه الحجوجي مصممه الازياء وخبيره الموضه اللي كترافقنا كل يوم اربعاء. خرجت الاربعاء وما خرجتش الثلاث، الحمد لله لطف الله، حمدنا الله خرجت الاربعاء. مرحبا بكم مستمعينا الكرام فين ما كنتم، بطبيعه الحال الاجابه على اسئلتكم دائما معنا لاله خديجه الحجوجي. وانا غادي نرجع لك لاله خديجه بواحد السؤال ديال مستمعه كريمه اللي وخدتني بصراحه، وانا مره اخرى كنعتذر منها لانه سهوا فقط، ماشي كنطرح هذا السؤال وما طرحتوش عليك السيمانه اللي فاتت، نتمنى انها تكون كتسمع دابا. عندها صاري بالكارتي والحجر بيض وصفر والتوب زرق، وبغات دير له شي توب لتحت ولكن ما بغاش دير له الزرق، ما عرفاش شنو اللون اللي تقدر تماغيليه معاها ويجي زوين، وكيفاش الخياطه تخيط. يا اما دير له اللون الزرق، انا هي قد اللي دارت له اللون في اللون غيطلع مزيان، ولا ما بغاتش دير له اللون في اللون غادي دير له لامي في الكارتي من التحت. لامي لامي انت سميتو لامي
كاين ارجونتي وكاين كاين ذهبي داك الثوم اللي كيكون كيبري كيكون كيبري شويه فما كان انا عطيتها غير عطيتها اقتراح ولكن انا كنظن ان الا دارت اللون في اللون غيطلع لها اللبسه هائله جدا ولا ما عجبهاش دير لامي من التحت وتخيطو بالكارتي ما غاديش تفوت فيها عين وعقده نص جزائري وعين وعقده حتى لتحت لا في الكميمات ولا في القدام ولا يشفي انها تفصلو مزيان هو اصلا مشارجي هو مشارجي ما كان هو المصاري كيقول لك صاري مخيط راسو ولكن الوقت اللي كنبغيو عاوتاني نشي كولا راه فكان خدموا القفطه التحتاني القفطه التحتاني كيجيب لي ستراس كيجيب بالسفايف كيجيب تزايري ونص كيجي القفطه التحتاني والفوقاني دائما كنديروا ليه غير نص تزايري وعقيدات هذه الطريقه اللي البنات شفيت فصلوا مزيان الصاري راه صعيب في الفصاله راه ماشي ساهل الصاري لانه كيكون دي بلون زعما خاص تجيب العبار من غير دي بلون فالصاري بعض الناس كيلبسوا الصاري كنلاحظ ما تيديروش ديك الباندا في الظهر هنايا كتجي هنا كتبقى خاويه وكيوصلوا حتى للجهه ديال الرجل تحت وكيوقفوا هي بالعكس الصاري خصو يجي صاير داير على الجلايل كاملين ويجي هكا في الكتاف يجي ملاصق مع الباندا القداميه فاش كيبان من بعد بحال تنبات بحال شي حاجه اللي هي راقيه لكن ما دوزناهش من اللور ديال الظهر وفي الجلايل التحتانيين فكتكون واحد ديفو كبير درناه في الصاري اذا هو الصاري صعيب باش يتفصل ماشي بحال التوبيني كتخبط العشيه كي بغيتي صعيب تيكون فيه الميتراج وما تيكونش فيه العرض وديك الباندا خصنا حنا نلعبوا بها ونديروها في الدار ونديروها في الجلايل باش كتجي جلايل كلهم صايرين دايرين بالصاري اييه الله يعطيك الصحه وهذه معلومه مهمه بزاف لانه بزاف الناس دائما الصراحه هي في البرامج هي اللبسه وكنقولوا حتى المغربيه كتجي راقيه بزاف الصاري تشوف الصاري كتبقى عنده القيمه ديالو بطبيعه الحال كيما قلتي صعيب كي خالد كيما نقولوا الخياطه ديالو سهله ولكن صعيبه هي المهمه ونتمنوا ان لالا زهره تكون سمعات الاجابه وان شاء الله تطبقها باذن الله. احنا دائما مستمرين في استقبال مكالمات المستمعين ورسائلهم. كاين رساله من لالا توريه كتقول صباح الفل ياسمين لالا سكينه صباح النور عليك لالا توريه شكرا لك صباح النور عليكم عطى الله جليل بات هما اللي خلقين تجف هذا العواشر مرحبا لالا سميره هما علاش كلشي دابا كلشي دابا كلشي كيقلب على جليل بات كاع اللي كتجي جليل بات في البلاكر كتجبد دابا هذا هادشي كيبشر بالخير بطبيعه الحال كتكون واحد سبحان الله حتى الاحساس كتبغي انك تكون بلباس المراه المغربيه البلديه التقليديه حتى ملي كيتعرض عندك تعرضي على شي حد للدار عندك مثلا ولا كشي معروضه كتبغي تمشي بالبلديه التقليدي بطبيعه الحال واخا يمكن انك تلبسي الرومي مثلا لو كوتيديا في شهر رمضان كتبغي تكون عندك واحد الخصوصيه كتبغي تحضر البليغه وجليلبه وكلشي وكنديره والزاز لالا سمير كتقول لك ممكن المسلمه لالا خديجه تقترح علي شي غوندوغه مع العلم انني اول مره كنفكر نخيطها ما عرفتش كيفاش غتجيني انا ضعيفه وبشرتي بيضاء بغيت نلبس حاجه جديده ونغيرو شي شويه وشكرا واش لاله سميره شتي كنا كنقول مرحبا غندوره ما قالتليش واش بغاتها الحضور ولا بغاتها تولي جو ما حددتش لا ما حددتش الغندوره غادي نقترح عليها ديرها من الكريب الكريب جورجيت راه دابا تبارك الله ولا في السوق موجود الكريب جورجيت تختار اللون اللي بغات الالوان راها موجوده بلوغوال الاحمر بلورونج كاع الالوان موجودين في الكريب جورجيت وغادي تفصلها الفصله ديال القندوره ولكن غتجي من التحت وغتاخذ ساتان في نفس اللون وغادي دير واحد ديباردور هابط من فحنا انا كتعرفي الكريب جورجيت كيبين غادي دير واحد ديباردور هابط كله بحال بدائيه من التحت عاد تلبس فوق منها القندوره وتخدمها في الطوق دير لها البيرلاج وتهبطها من الجنبات يا اما بخدمه المعلم يا اما بشي حجيرات يا اما تخيطها دورها غير بالماكينه اولا بواحد الوغلي المهم هو ان الطوق يكون مخدوم مزيان صورت انا بثوب الكريب غتجي رائعه ومبرده في هذا الكريب هو ديال القندوره الكريب جورجيت هو ديال القندوره ولا مسلم ضروري دير من تحت منه واحد ديباردور لان الكريب والمسلم كيبينوا. الله يعطيك الصحة. نمشيو ناخذوا معنا مكالمة هذه المرة من تيفلت معنا لالا رحمة. أهلا وسهلا. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ليك وللأخت خديجة حجة. مرحبا بك لالا رحمة. أهلا وسهلا. رمضان مبارك سعيد. علينا وعليك الصحة والسلامة. يا مرحبا بك لالا مرحبا. الله يخليك بغيت نسولك انا اللون ديالي قمحي وبغيت ندير بغيت نختار شوفتي في اللون البيج ولا الموف مع العلم عندي كاع الالوان وبغيت اذا كان ممكن انايا شوفتي في هذا اللون وما كرهتش تعطيني انت شي لون من الذوق ديالك وتعطيني الخياطه والفولار والساك والصباط اذا كان ممكن ولا البليغه هذه جلابه هذه جلابه لاله رحمه جلابه جلابه نعم نجاوبك لاله مرحبا مرحبا
الرحمه. نعم الله يرحمها بغات جلابه باج. إيه تقدر دير جلابه باج، غدير جلابه باج غادي تواتيها واخا هي قمحيه، غتواتيها جلابه باج وتدخل فيها واحد شويه ديال المارون، اولا دير الباج والديك غادي ديالو في الكليغ. نعم وبالنسبه للفيلر دير الفيلر طوب ماشي ديك غادي ديالو سمحي لي انا قلت طوب ربما الطوب يجي شويه غامق ولا يقدر يتوسخ حتى لا فامي ديال انا قلت اما لو مارون لحتى انا قلت طوب انا قلت طوب و اما لو مارون ماشي ديك غادي اما المارون ولا ديك غادي ديال الباج سواء فرونسي سواء الكليغ اذا طوب ما يتواتاش مع الباج يعني اي حاجه بغات تدخلها سواء المارون سواء لو ديغرادي فرونسي ولا الكليغ تقدر ديرو مع الباج لان اولا ما نقدوش نحكموا على لي ديغرادي باسكو ما كاينش لا كولور قدامنا باش نقدو نقولوا واش المفتوح الباج فيه بزاف ديال الدرجات بطبيعه الحال. وبالنسبه للفولار تقدر دير فولار ملون بالباج والمارون اه غادي واتيوها واخا هي اللون ديالها قمحي غيواتيوها وصبيبه مارون والساك مارون نعم فغادي تجلبسها الى جدا وسبحان الله البيج البيج مارون كريم هاد لي كولور كيتواتاو بشكل كبير مع بعضياتهم كيتواتاو وحتى السيده ملي كتكون اللون ديالها قمحي ملي كتلبس الباج كيفتح النظره ولا داك الباج المحمر اللي كنشير ليه دائما ديك لا كولور شامبان اللي مايله الباج محمر اولا البرونكاسي اولا السومو هاد الالوان كلها كتواتا مع السيده اللي اللي كنشير ديالها قمحيه. نعم الله يعطيك الصحه. نمشيو ناخذوا هاد المره معنا من فرنسا لاله ليلى. مرحبا بك لالا. اهلا لالا ليلى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. رمضان كريم علينا وعليك لالا وبالصحه وباش ما تمنيتو كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا بك لالا الله يطول. كيف راهي الاجواء في فرنسا؟ مرتاحين شي شويه صايمين مع بعضياتكم؟ كاين شي فطور جماعي بين المغاربه؟ الحمد لله كاين كلشي هادشي كاين كلشي والله يقدركم يا رب. شويه الساعات واقيلا اللي طوال شي شويه في الصيام اكزاكتومون لالا والله يقدركم يا رب الله يقدركم. ايوا الحمد لله مع الناس ديالنا الكوميونيتي الماروكان كانت الحمد لله ان سوليداريتي الحمد لله الله يخليكم لبعضكم ويخليكم لينا صافي بليزير يخليكم لينا نتوما لالا كنشكركم بزاف على لا كومبيتونس ديالكم وعلى المستوى فين وصلوا حنا اونيفيغ هنا بالمستوى اللي وصلوا فيه هاد الاذاعات ديالنا الله يكبر بيك انا اونيفيغ لالا وتبارك الله عليكم حنا اونيفيغ دو فو لالا لانكم كتعطيو الصوره الايجابيه على المغاربه وعلى المسلمين لالا يخطيكم بارك الله فيك لالا مرحبا لالا مرحبا شكرا وشكرا للمصممة الازياء الله يبارك فيك لالا شكرا اون فيغ لالا والله لالا الا الا ما كاينش بحال الزي المغربي بهاد الصفه اللي عطيتو دابا تبارك الله عليكم الله يبارك فيك تفضلي لالا ليلى عندي واحد السؤال الله يخليك واحد شيطه تقاس لي بالفيرني وهي فيها لي بيرل وهي لا كولور ديالها بلو روا وديتها باش ندير لها باش تصبن قالوا لي ما يمكنش خصها ما يمكنش ندير لها لافاجا سيك ولا صبنا غنديرها غير بالماء عادي وغادي تحيد ما غاتحيد لكش ديك لاطاش كيف ما عرفتش اش ندير لها واش كاين شي حل ولا لا قول لي لالا ليلى فين جات لاطاش بالضبط؟ لالا جات في الوسط جهة الحزام من تحت من الحزام ما بين الجنو والحزام وهذيك البلاصة واش فيها البيغلاج؟ لا هذيك البلاصة ما فيهاش البيغلاج ايوا الحل اللي غنعطيك هو ان غادي تاخذي ديك البلاصة اللي فيها الفيرني وي وحدة أخرى مقابلة معاها لوبوزي ديال ديك البلاصة اللي فيها الفيرني وغادي ديري واحد جوج وردات بالحجر بالبيغلاج داكوغ لالا تغطي هذيك الطبعه غادي ديري جوج وريدات بحال راهم بالبيغلاج وغادي تغطي الطبعه و اون ميم طون غادي تزيدي شويه واحد الرونق في اللبسه ديالك بارك الله فيك لالا الله يبارك فيك بالنسبه للافاج ما غيتحيدش لافاج ما غيتحيدش كاين شي طبعات وعاود غادي تبقاي ديري لها في لي برودوي تتولي خارجه على الثوب واللي الثوب ما تكرفص كاع الفوميو غاتاخذي يا اما غادي ديري تحاولي تقلبي على نفس الحجر اللي كاين في اللبسه وديري واحد الوريضه واحد الزويوقه بالحجر بالبيغلاج ولكن تكون لوبوزي وحده مقابله مع وحده داكوغ نعم يعني في ذاك الطرف اللي فيه الثوب غديري وريضه في اليمين وتعاودي ديري وريضه اخرى في اليسار ومباشره معاها كتشوف فيها
داكور. مرحبا لاله ليلى، مرحبا بك. بارك الله فيك. ونتمنى نكونوا لك لاله خير رفيق ان شاء الله، ونكونوا نشاركوا معكم الاجواء الرمضانيه بطبيعه الحال. راكم كذلك مدام. الله يطول لي عمرك. الصباح وحنا كنسمعوا لكم الشغل. مرحبا لاله، مرحبا. ولكن راكم مهندسينا، والله الله الله اش غنقول لك، الله يعطيكم اللي بغيتوا في خاطركم. امين انتم ايضا. امين. شكرا. بسلامتكم على لاله، بسلامتكم. مرحبا بك، مرحبا بك. شكرا. ميرسي بوكو لاله ليلى، تبارك الله عليك. وتحيه لكل الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي كتبعنا على www.medradio.ma. شكرا لكم بطبيعه الحال على وفائكم. ربما هنا يعني لاله خديجه بزاف ديال الخطات كتكون شي حاجه عزيزه. نعم. كيطراو فيها هاد لي زاكسيدون بحال هكا، كيصعب تحيي الطبعه، كنلقاو هاد الحلول هكذا باش تبقى لبسه ونطون. عندنا دابا ولا عندنا الباتشورك، ولا عندنا الطرز، ولا عندنا البيرلاج، ولا عندنا اي حاجه خسرات نقدروا نغطيو ديك لاطاش، ولا داك التقطيعه، ولا نقدروا نغطيوها. لقاو لها حل. نعم، لقاو لها حل. المشكل هو زمان ما كان غير صفايف والخدمه، ولا جاتك شي بلاصه فيها شي طاش ما غتقديش تغطيها، ما غتقديش. دابا تبارك الله راه ولينا اللبسه نقدروا ناخذوا حتى جاتك قصيره، ناخذوا حتى الطرف ديال الثوب ونزيدوه من التحت ونخدموه بواحد الطريقه، وها هي اللبسه طوالت وها جيت متعتي بها وها هي لبستيها. اذا الحلول كلها كاينه. يعني حتى حاجه ما تقضي عليك، كل شيء كنلقاو ليه الحل. تبارك الله عليك. نمشيو ناخذ واحد الرساله. كتقول عندي لبسه المبرا اسود مخيطه هذا شحال في صاله قديمه، تلبسات غير مره واحده. المشكل ان الطوق مفتوح بزاف من جهه الصدر، باش كيبان الطرز ديال القميص اللي لتحت. انا بغيت شي طريقه نرجع نلبس الثوب ديال المبرا والطوق مجموع والمبرا نازله وخفيفه، شنو هو الثوب اللي ندير تحت؟ شكرا لكم. هي بغات تاخذ غير داك الفوقاني واقيلا. ايوا اللبسه الا كانت مفصله ان في باش يبان لينا الطرز التحتاني، ما عندنا كيفاش نديروا ليه باش نلاقيوها ونغطيو الصدر. الحل الوحيد هو ان تقدر تدير واحد الشبكه مثلا، تلصق الشبكه في ذاك لوكول، الشبكه ولا شي توب ولا شي حاجه، وتخدموا بشي زواقه في ذاك لوفي، تغطي ذاك لوفي. ولكن دائما غادي تبقى لها عيبه ان الوقت اللي كنفصلوا، حيت الوقت اللي كنفصلوا الثوب وكنفصلوا في الفي وكندخلوا في الفي، ما يمكنناش نديروا ليه شي حاجه. يعني حتى الا حليتيه كاع هكذا بغيتي تخليه محلو كيبقى ما يمكنش. باغ كونتخ الا كان كولغون ولا غادكو كنقدروا نرجعوه في، نقدروا ندخلوا فيه بالمقص ونرجعوه في، ولكن كان هو ديجا هكاك مفصل فما يمكنش. اذا كان هكاك في فهما فصلوه هكاك في باش تبان لينا الخدمه ديال القفطان التحتاني. اذا هاد اللبسه ضروري خصها تلبس دو بياس، اولا دير لها قميص في شكل اخر، اولا تعاود القميص ديرو في شكل اخر، وغادي خصها ضروري تخدم القميص التحتاني باش ما يبقاش يبان داك القميص التحتاني خاوي عاود من الفوق. اذا في جميع الاحوال لا كنفصل هكا، كنفصل بشي طريقه اخرى، غادي تقدر تجمع الطوق بعقيدات نص الطوق وغادي تمتع به. ما الا كنفصل الكول في ما عندهاش ليه الحل. نعم. كاينه رساله اخرى كتقول سلام اختي سكينه تبارك الله عليكم، بغيت من المسممه لاله خديجه ديالنا تقترح عليا شي جلابه للعيد. انا بغيت ندير بلوغوا العقاد غري والعقيق ارجونتي، اش بان ليك لاله خديجه؟ انا بيضاء ومترو 62 وما غليظاش عاديه. الله يجازيكم بالخير. نعم، جليل باب لوغوا بغاتها كتبان ليا، بغات دير فيها البيرلاج العقيدات بالكري والبيرلاج والارجونتي. نعم، فدير الجلابه بلوغوا تخيطها بالارجونتي بالسقلي ارجونتي، الا كانت بغات الحضور تخيطها بالسقلي ارجونتي ودير لها البيرلاج في البيض، هنا غادي تعطي مزيان. نعم، إذا البيرلاج في البيض. بيرلاج في البيض، هي البيرلاج اللي قالت بغات في البيض. فاش بغات؟ لا، هي قالت البيرلاج في الأرجونتي وتخيطها بالكري. الأرجونتي، البيرلاج هو الأرجونتي، هو البيرلاج بيض. آه واخا. الأرجونتي هو بيض، تخيطها بالأرجونتي بالسقلي. أي يعني ما تخيطهاش بالكري، تخيطها أيضا بالسقلي البيض وتعود. دير لها البيرلاج، درنا البيرلاج أوتوماتيكمون كتمشي لنا الفكرة ديالنا صواغي حضور شي حاجة اللي هي رسمية. اما نديروا الحذر ونديروا معاه البيرلاج شويه كتجي بعيد على بعضياته، فتخيط الجلابه بالسقلي ودير لها البيرلاج في الارجونتي وفي البيض. كغطى على الجلابه مزيان. الله يعطيك الصحه. غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه معنا من اكادير. سي ابراهيم مرحبا بك اسيدي. مساء الخير اخت سناء، ومساء الخير اخت الضيف اللي معك. مرحبا بك سي ابراهيم، اهلا وسهلا. مساء الخير ايضا الاخت مستقبل المكالمات، واقول للجميع رمضان مبارك سعيد وكل عام. عيني عليك سيدي، مرحبا، تفضل، اهلا وسهلا.
اخت سناء ديما كتبع برامج ديالك تبارك الله عليك وكنت الله يطول عمرك سناء ان شاء الله تكون معك سكينه اخت سكين عفوا راه ما بيك زعيتنا ليك سناء لا وحيت عارفه هذه القضيه بزاف الناس عندهم الاسم مره كنكون سناء مره كنكون سلمى مره كنكون سكينه تعودت عليها بزاف الناس كيقول لهم هذا الخلط بيني وبين سناء ماشي مشكل مرحبا انا كنتبع دائما البرامج ديالك مع الدكتور الله يكبر بك مالا اختك اسيدي مرحبا بارك الله فيك اختي شكرا على اي عندي واحد جوج اسئله تفضل السؤال الاول طلامت بيج ازرق اش من ريدوات يمكن يجوا فيه طلامت بيج ازرق اش من ريدوات يمكن يجوا فيه السؤال الثاني هذا السؤال الثاني بغيتك تركز عليه مزيان مرحبا سيدي عندي شي سداد في واحد لاشومبغ ودرت لهم الفيرني تبارك الله ديك ريحه الفيرني ما عنديش كيفاش باش ذوك السداد يخرجوا باش يتشمسوا باش ينشفوا مزيان اييه وديك الريحه عطات مزيان وبغيت زعما شي وصفه ولا شي المهم تكون مجربه اللي ممكن نقص ديك الرائحه ولا تحيدها بصفه نهائيه واخا سيدي بعدين اذا كيفاش نحيدوا الريحه ديال الفيرني من العود من العود واش كاين شي طريقه واش كاين شي وصفه مرحبا سيدي ممكن تعطيها اليوم ولا شي نتمنى ان شي مستمعات برمجها لنا اللحظه على الصفحه باش نقدر نجاوب الا ما كانتش امكانيه بطبيعه الحال خلال هذه الحلقه ان شاء الله نجاوبك حلقه الغد لان المساله انا كطلب مني بحث لانه ما عنديش شي فكره حاليه على هذه المساله كيفاش نقدروا نزولوا الريحه ديال الفيرني الاقتراح اللي انت قلتيه السي ابراهيم هو انك يتشمشوا مزيان حتى كينشفوا مزيان في الشمس من بعد ما كتبقاش ديك الريحه ولكن كنوعدك ان شاء الله انه الا ما توفقتش نجاوبك اليوم نجاوبك غدا باذن الله على هذا السؤال بكل فرحه السي ابراهيم وان شاء الله يدير ربي خير مرحبا بارك الله فيكم تحياتنا لك سكان وتحيه لكم الله يكبر بك سيدي شكرا جزيلا اهلا وسهلا مرحبا وحنا سعداء انه يتواصلوا معنا الرجال ايضا في البرنامج لانه البرنامج مفتوح للجميع بطبيعه الحال اهلا وسهلا مرحبا بالجميع غادي نوصلوا معك لاله خديجه وناخذوا معنا مدينه مراكش لاله نجات مرحبا بك لاله نجات لاله نجات لاله نجات مرحبا اهلا وسهلا لاله نجات الو كنسمعك مرحبا بك لاله انا وسهلا كي دايره بخير الحمد لله الله يطول لي عمرك عليك مبارك وشكرا عينينا عليك باش ما تمنيتي يا رب عليكم رمضان الصحه والسلامه وانت كذلك يا ربي باش ما تمنيتي الله يبارك فيك لاله نجات مرحبا بالناس ديال مراكش الله يبارك فيك لاله كي دايره القضيه عندكم راه قالوا لي القضيه سخونه في مراكش سخون الحال ايوا الله يقدركم كتصوموا جوج رمضانات ايوا الحمد لله الحمد لله الله يقدركم هادشي اللي كاين الله يثبت الاجر الله يثبت الاجر لينا جميعا لاله خديجه الله يخليك نعم عندي توب ديال الجوهره في البيض وفيه الصقلي بالابيض وبغيت ندير فيه جلابه الحضور وسميتو ما بغيتش ندير نفس اللون يكون كله ابيض تعطيني شي اقتراح الا كان شي لون نحلو معاه نعم نجاوبك لاله نجات يلا يعطيك الخير جوهره في البيض غادي ديري لها قميص في الغوز اولا في الصومو واخا فيها الصقلي بيض نعم غنديروا لها قميص لتحتاني في الغوز اولا في الصومو وغادي نخدموها براندا بالصومو والصقلي اللي كاين في جوهره نديرو لتحتاني غوز تحتاني غوز ولا صومو ندير سومو اييه والفوقاني اللي هو جوهره غادي تخدم باللون جوهره وندخلوا فيه شويه ديال اللون ديال القميص اييه وندخلوا فيه شويه ديال الصقلي بيض اللي كاين عندنا في جوهره اييه هادشي كامل غندخلوه في الراندا نخدم الراندا غير نص طوق نص طوق وغتهبطها بالملاقيه حتى لتحت والقفيطه التحتاني غادي تخدم بنفس اللون ديال جوهره وندخلوا فيه توا شويه ديال الصقلي ما انك قلتي لي بغيتي جوهره الحضور هي الحضور ان شاء الله نعم الفوقي استاذ نقول نديرو محلول ولا يبان لا غادي تجي جلابه مشدوده براندا نص طوق وغادي يبان الطوق يعني ديال القفطه التحتاني وغادي يبان لنا من جهه الكمام وغتبان لنا لا كولور ديالو داك لو غوفلي غادي يعطينا في جوهره لان جوهره كتبين نعم شكرا مرحبا لاله مرحبا الا درتو كنبغي نقول لك دكتوره مرحبا لاله وكل واحد دكتور في مجاله بطبيعه الحال انا مازال مرحبا الحمد لله بغيت غير نسولك مثلا درت فيه اي لون نخدمو بلي ماشي ضروري السومو مثلا ضروري اي لون نعم اي لون درتي لا كنفضل الابيض جوهره بيضاء تخدميها بهاد الالوان المفتوحه بردين. نعم يا اما غوز يا اما سومو يا اما خضيدر مفتوح قصبي يا اما صفار يا اما لوين يكون مفتوح تحت جوهره بيضاء باش يعطي واحد اللون زوين ومندمج وتجيك لبسه هائله جدا يعطيك الصحه لاله خديجه وناخذوا معنا رساله كتقول الاخت سكينه عفاك سولي لاله خديجه انا
خديت ثوب بلو مارين وغادي نخدمها براندا ولونها. نيت شريت ليها صندال في البيج، بغيتها تقول لي انا لون نقدر ندير في الشال والساك. الله يحفظك لاله خديجه من مدينه اكادير، 21 سنه. اولا خدات صباط بيج، غادي دير ساك بيج، الفولار ديرو في اللون ديال الجلابه بلو ماري. نعم سهله المساله. لاله سميره قالت لنا على ود القندوره غير المناسبات فقط، اذا عطيتها طريقه مزيانه. نعم كاين سؤال اخر من عند ام ريتاج كتقول سلام اختي سكينه ولا لاله خديجه، عندي عبايه في الكرونه بغيت اللون ديال الفولار اللي يواتيه انا بيضاء. الله يجازيكم بالخير. نعم فولار كرونه، عباية كرونا، فولار كرونا، نفس اللون. في نفس اللون. اي الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك لاله خديجه، ما سخيناش بك لاله خديجه على راي المستمعه. غنقول لك دكتوره، نقول الدكتوره في الاناقه وفي الادب وفي الصواب وفي التاويل وفي الذوق. الله يعطيك صحتك، مشكوره جزيل الشكر. والموعد المتجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل يوم الاربعاء ورمضان كريم. الله يخلينا عليك ان شاء الله بصحه والسلامه والعافيه باش الناس منيتي يا رب. نعم بصحه والسلامه وعلى جميع المستمعين والمستمعات العالم العربي والطاقم التقني اللي كيرافقنا دائما. والله يخلينا على خير ورمضان مبارك سعيد يا رب، الشفاء العاجل يا رب الحاجه في هذا اليوم هذا من السيدات الراقيات والرائعات جدا. نعم. هلا اختها عليكم، الله يشافيها في هذا النهار هذا. شكرا جزيلا لك لاله خديجه هلا اختي. كنشكر ايضا سعيده عقل اللي رافقتنا اليوم في الاخراج، سميحه عشوبي استقبل مكالماتكم. شكرا لكم اوفيانا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، كنتمنى لكم يوم سعيد. موعدنا مازال غادي يتجدد باذن الله تمام الساعه الثالثه وبرنامجكم استشاره قانونيه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.